عليكم خواتاتي خوتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ اليوم فيديو بسيط سهل وزوين. اليوم بغيت نشارككم كيفاش تقليو البطاطا فريت في الفران بملعقه واحده ديال الزيت، كتجي صحيه ناشفه وتقولوا راكو قليتوها، كتجي مقرمله ورائعه جدا. وكذلك غادي نوريكم حلقات البصل المقرمشه. اول حاجه البطاطا ديالي شفتوا كما قشرتها وسلقتها مده 10 دقائق، يعني 10 دقائق ما تخليوهاش طيب تهرى، تكون شاده في روحها باش نقدروا نقطعوها بهذا الشكل. انا درت لها 10 دقائق ومازال عاد خاصها يعني الطياب، حيدتها غادي نقطعها شرائح كما راكم تشوفوا بهذا الشكل هذا، وغادي نقطعها على شكل دي فريت او بطاطا مقليه. كتقطعوها بهذه الطريقه، انا بغيتهم رقاق، نبغي لي فخيت ديالي يجي رقاق، وانتم كما كتبغيو. صافي، هذه هي الطريقه ديالنا، سهله واكيد صحيه، كتجي الفريك زوينه بزاف. كناخذوا الصينيه اللي غادي نديروها في الفران، ناخذوا فقط ملعقه زيت هي اللي غادي نحتاجو، غادي ندهنوا بها الصينيه ديالنا بهذا الشكل هذا، وغادي نستفوا فيها لي فخيت اللي قطعنا بهذا الشكل هذا. غادي نكمل كاع الكميه اللي عندي. في هذا الاثناء الفران ديالي راهي سخن، صافي لي فخيت ديالي كاع قطعتهم، غادي نرش عليهم شويه ديال الملحه، شويه نتاع بودره الثوم كتبقى اختياريه، ملعقه نتاع لا شابلور يعني الخبز محكوك غير معلقه كبيره، وشويه ديال البزار او فلفل اسود. يعني هاد الاضافات كيبقاو اختياريين ولكن كيعطيونا طعم رائع. تقدروا تكتفيوا فقط بالملحه، ولكن ديك الملعقه نتاع لا شابلور كتعطينا واحد القرمشه رائعه جدا. خليوا الفريد ديالنا راه طيب الفران، ونمشيو نصاوبوا حلقات البصل اللي كتجي رائعه جدا جدا. كناخذوا البصله ديالنا كما بغيتوا، البصله ولا الحمراء ولا البيضه، وكتقطعوها كما شفتوا دوائر بهذا الشكل حتى يخرج عندكم حلقات دائريه. كناخذوا واحد الاناء كنديروا فيه بيضه، يعني طريقه سهله سهله جدا. زوج معالق نتاع الدقيق، هادو بالنسبه لجوج تاع البصلات، درت بيضه، زوج معالق نتاع الدقيق، شويه ديال الملح، ونصف كاس يعني نصف كاس صغير نتاع الحليب، واحد 50 مليلتر هكا، وكنضربوهم مزيان مزيان بهذا الشكل هذا، تنحصلوا على خليط متجانس. هاد الطريقه زوينه بزاف كتعجبني انا، نرافق بها الاطباق ديالي تجي مقرمشه ولذيذه. هنا وجدت شويه نتاع لا شابلور وشويه نتاع الفرينه، تقدروا فقط ديروا غير لا شابلور اللي بغيتوا. انا لا شابلور كنسمها شويه، ندير لها بودره البصل، بودره الثوم وقزبر مجفف، الملح والابزار، هادو اضافات كتبغيوهم يعني الا بغيتو تضيفوهم. الا عندكم حتى بودره البصل ضيفوها. كناخذ البصله ديالي او الشرائح اللي درت كنديرهم في الخليط اللي صاوبنا، من بعد نديرهم في الدقيق، نولي نرجعهم في الخليط ونديرهم في لا شابلور باش يعجيني داكشي مقرمل وزوين. تقدروا تكتفيوا فقط ديروهم في الخليط وديروهم في لا شابلور، يعني نتوما عندكم الاختيار، ولكن انا كتعجبني هاد الطريقه، كتجيني مغلفه مزيان وكتجيني مقرمله احسن. كما شفتوا طريقه سهله. هنا درت الكاسرون ديالي تحمى الزيت، صافي ونبدي نقلي الحلقات نتاع البصل ديالي ونخليهم حتى يحمروا ويتقرملوا. والله اخواتاتي اللي كيجيو بنان بزاف بزاف بزاف، ما تستغناوش عليهم، يعني الطريقه سهله ما فيهاش حتى شي، يعني سهله وكتعطينا نتيجه زوينه. كما قلت لكم كنديرو في الخليط في الدقيق، نرجعو في الخليط وفي لا شابلور ونقليوهم حتى يحمروا لي بهذا الشكل هذا كما راكم تشوفوا. هادو غير افكار عطيتهم لكم هكا تحتاجوهم في المطبخ ديالكم، من تلف لكم واشنو ديروا. صافي ملي يحمروا لي بهذا الشكل نحيدهم، غادي نكمل الكميه. نمشيو نشوفوا الفريت ديالنا. الفريت ديالنا انا درتها في الفوق، في الفوق نتاع الفران، ملي كنشوفوها حمارت لتحت كنزلوها ونخليو العافيه من فوقها، يعني نخليو النار من الفوق ديالها حتى تحمر لي مزيان. وها هما حلقات ديال البصل واجدين مقرملين محمرين ولا ألد ولا أروع. وكذلك الفريد ديالنا راها واجدة، غادي تشوفوا كيفاش جاتني، كتجيني محمرة وكتجي مقرملة ورائعة، يعني تحلفوا عليها راكو قليينها ما كاين حتى فرق، وكتجي ناشفة. أهم حاجة أنها كتجي ناشفة، يعني كما شفتوني درت معلقة فقط نتاع الزيت، وما كيعرفوهاش كاع الأطفال واش مقلية ولا في الفران ولا
وكتلقاوها صحيه. هادو اقتراحات بسيطه عرضتهم عليكم، نتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم وتجربوهم. انا قدمتهم هكا اليوم، درت الغداء حريره ودرت الحوت ورافقت معاهم هاد الفيت وكل شيء. الى عجبكم الفيديو ديروا لايك، تعليقات والاشتراك في القناه. الى اللقاء.